يا حياكم الله من جديد. أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق شعائر موسم الحج لعام 1439 هجرية، واللي يأتي وسط استعدادات مكثفة من قبل وزارات ومؤسسات الدولة، وتأتي وزارة الصحة في مقدمة تلك الجهات، والتي سنتعرف عن استعداداتها مع ضيفنا الدكتور أحمد الشطي الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، ولكن بعد هذا التقرير. جاهزية تامة لوزارة الصحة لاستقبال موسم حج هذا العام، وتوفير سبل الرعاية الوقائية للحجاج، وتأمين الطعوم اللازمة والمواد الإرشادية والتثقيفية. هذا وتم تشكيل اللجان والفرق لتنظيم عملية تجهيز واستقبال الحجاج والوقوف على الخطط والبرامج المعنية. هذه الجاهزية تنطلق من اهتمام الدولة واستراتيجية وخطط وبرامج الوزارة بتأمين صحة حجاج الكويت. وقد قامت الوزارة أيضا بمراجعة جميع التجهيزات ومتابعة سير عمل الفرق المنظمة لاستقبال الحجاج في مكة المكرمة. هذا وتم تجهيز فريق قطاع الصحة العامة المرافقة للجنة مساكن الحجاج للاطلاع عليها ومعرفة مدى مطابقتها للشروط الصحية. حياك الله دكتور أحمد، شرفنا في صباح الخير الكويت. يا أهلا وسهلا، سعيد من جدد اللقاء، وأنا شرفنا يعني في مكاني أكيد للتحية ولأسرة البرنامج والأخوة والأخوات المشاهدين. يحييك الله، والساعة المباركة، وشرفنا ونورتنا. بداية دكتور، يمكن الموضوع عن الحج، وإن شاء الله الكل يوصل الحج إن شاء الله، سعي مشكور إن شاء الله وذنب مغفور يا رب العالمين لكل حجاج بيت الله الحرام المنطلقين من الكويت ومن شتى بقاع العالم. لو بنتكلم عن الكويت تحديدا وخطة وزارة الصحة، نطلع عليها على هذه الخطة لتأمين حج هذا العام، وأيضا حجم التنسيق ما بينكم وبين الجهات المعنية سواء كانت في الكويت أو خارج الكويت. لا شك أن موضوع الحج والاستعدادات له هو حديث قد يكون مكرر لكنه متجدد وموصول. صحيح. لما نتكلم عن البعثة الطبية الكويتية قبل لا تصير حتى بعثة الحج الكويتية، نتكلم عن حوالي 4 عقود من الزمان. فبالتالي في خبرة تراكمية وفي توسع وفي مواكبة للحديث في هذا الجانب. حلو. بعثة الحج الطبية فيها حوالي 160 نفر، تكلم مع 9000 حاج، تكلم مع 49 حملة. حلو. التعليمات اللي عادة احنا نتواصل معهم انه ارتفعت مستوى التوقعات من الحاج و من أصحاب الحملات، فكل حملة على الأقل هناك طبيب وممرض، إذا زاد عن 100 ممكن يصير طبيب وطبيبة ممرض وممرضة. حلو. وهذه من ضمن الأشياء اللي احنا نفخر فيها، نسعى كذلك إلى أن يكون في حد أدنى من صح التعبير المرتسم الطبي اللي من خلاله كل صاحب حملة وطبيب حملة يعرف مستوى الصحي للحجاج. صحيح. لما نتكلم عن الرعاية الصحية للحجاج احنا نتكلم عن مرحلة ما قبل وأثناء وما بعد الحج. صحيح. ما بعد الحج يعني هذه الأسهل دائما يمكن تفوت علينا، لكن هي حبتين السبروبيل اللي الواحد ياخذهم مضاد حيوي في طريقه من الحج الى الباص. جميل. ما قبل الحج طبعا في اكثر من محور، المحور الاول اللي هو اخذ التطعيمات، وهني نتكلم عن 3 تطعيمات متوفره في اكثر من 33 مركز. صحيح. لاقسام الصحه الوقائيه في مختلف المحافظات والمناطق الصحيه، ولازم كل حاج وتعمل في فترات صباحيه ومسائيه، ويفترض ان الحجاج ياخذونها، هي انفلونزا تطعيم الانفلونزا، السحايا والشعب الهوائيه لازم ياخذها وما يطلع الا ماخذ. اي يعني هذه تسجل في دفتر، يسالون حتى عنها في المملكه العربيه السعوديه. صحيح. طبعا احنا نفضل ان الواحد ياخذها من 10 أيام الى اسبوعين قبل سفره، والانفلونزا سنوي، لكن الباجين من 2 إلى 3، فاللي ما أخذ من قبل ممكن انه يعرف نفسه، فبالتالي ياخذ النصيحه المناسبه. جميل. لل من الطبيب المسؤول.
هذا الحرص يتضاعف لاصحاب الامراض المزمنه. وقبل لا اعرج عليهم ودي بس انا اذكر معلومه ان احنا نفخر في خلال 20 سنه الماضيه لم تسجل اي حاله سحايه في الكويت بين الحجاج، وهذا يعكس التعاون والوعي و يعني مساحة التغطية لكل الحجاج، وهذا مصدر فخر لنا. صحيح. الآن ما قبل الحج كل المريض والصاحي يحتاج رفع مستوى اللياقة الصحية، وهني ما لازم تصير رياضي وتدخل ماراثون بقدر لا أن تزيد الممارسة اليومية، تريض نفسك. أيوة إن صح التعبير. فبالتالي نريد أن الناس يعني تمشي أكثر، تتعرض يمكن للأوتدور أو للجو الخارجي أكثر. ليش؟ لأن طبيعة الحج أحيانا تتطلب جهد جسماني إضافي. صحيح. وهذا الجهد البدني ما لم يكن أنت مستعد له قد يعني ينعكس بالسلب عليك. بالتالي إحنا حريصين حقيقة على أساس أن ننصح النصيحة. الآن بالنسبة للمرضى هذيل يعني حقيقة في ثلاث نقاط. الأولى لازم تراجع طبيبك وتعرف منه هل أنت لائق للحج أو مو لائق، بحيث أنه إذا كانت النصيحة أجل يعني السلامة أولى، ويعني حتى شرعيا ضرورة تبيح المحظورات وممكن هو يؤجل ويأخذ بعين الاعتبار. إحنا طبعا ما ننصح حقيقة الأطفال الصغار، كبار السن، وايد المرأة الحامل، يعني لازم توزنها بميزان الصحة والسلامة بشكل واضح. صحيح. كل واحد من هؤلاء المرضى، وأقصد مرضى السكر، الضغط، الكلى والقلب والربو والحساسية، أن يراجع طبيبه، يأخذ يعني خلينا نقول تقرير مختصر عن حالته والأدوية اللي يأخذها مع جرعاتها. صح. لأن هذه توفر كثير عليهم في إذا لا سمح الله حزة الحزة. يعني إيش يقولون the minute will count، يعني الدقيقة تفرق. محسوبة. فهذه تفرق. صح. طبعا اللي يحتاج أدويته معه طبيعي لازم يعرف يحطها بالإيد، ما يشحنها بالطيارة لأن أحيانا توقف بالشمس فترات. واللي يأخذ أوبر أو إنسلين يا ليت يضعها في حافظات عشان يحافظ تكون معاه في الطيارة. طيب دكتور، لو بنتكلم عن العيادات اللي تكون إن شاء الله مرخصة مع بعثة الحج الكويتية، أعدادها، التجهيزات اللي فيها، أيضا أنواع الخدمات الطبية اللي راح تقدمها لهم كحجاج بيت الله الحرام الكويتي، هي على أكثر من مستوى. المستوى الأول مستوى الحملات، وهذه يكون فيها أجهزة طبية اللي تقيس الضغط، الدم، ارتفاع ضغط الدم، السكر، الشغلات الأساسية اللي طبيب الحملة يأخذها، بالإضافة إلى أدوية هو يأخذها من البعثة بالأعراض الأولية اللي قد تكون تنتشر. صحيح. زكام، صداع، إسهال، الشغلات هذه إذا استدعى الأمر. وهذه مثل ما قلنا كل حملة من الحملات عندها. صحيح. وحدة طبية. البعثة الطبية الكويتية هي يعني خلينا نقول إسناد متقدم، بمفهوم أن عندهم تجهيزات، عندهم أسرة، عندهم يعني خلينا نقول تجهيزات أكثر تعقيدا من البعثات. طبيعي. وهي تنتقل مع الحجاج. فنراها في النسائم مكان الحج، مكان الحملة، نراها في عرفات، نراها في المزدلفة، وفي منى يعني تتنقل مع الحجاج، وهذه أيضا تسجل للحملة البعثة الطبية الكويتية. صحيح. الآن لما ندخل على أثناء الحج في نصائح عامة. نصائح العامة بداية عدم التعرض للشمس، لأن الشمس ما لم تكن أنت عندك لياقة صحية، ويضاعف هذا التحذير لما تكون أنت عندك أحد الأمراض المزمنة. صحيح. يجب أخذ الحيطة والحذر، استخدام المظلات، الابتعاد عن مدة طويلة للتعرض، شرب الماء خاصة التروية أحسنتي، اللي هو شرب الماء والتعويض سواء بالماء أو السوائل أو العصائر. نعم. نحاول قدر المستطاع يعني بعض الحملات يعني شاطرة بحيث أنها تخلط اللبن أو العصير بنوع من الملح على أساس تعوض الأملاح كذا. فهذه من ضمن الأشياء. طبعا تتراوح الأعراض اللي تنتج عن هذا التعرض ما بين التشنجات إلى الإجهاد الحراري إلى ضربات الشمس، اللي الحمد لله أيضا لم تسجل حالة بين الحجاج الكويتيين. طبعا هذه مسؤولية مشتركة. صحيح. صاحب الحملة يوفر. وأمانة يعني نشهد لأصحاب الحملات في الكويت. صحيح. إن هم أذكياء وأصحاب خبرة في اختيار الوقت المناسب، تجنب الزحمة بعد غروب الشمس، يعني يأخذون الرخص الشرعية لتقليل الجهد الجسماني على. صحيح.
حجاجهم. الجانب الآخر الغذاء، احنا نوصي بابتعاد عن كمية الغذاء اللي هو قد يكون يؤدي الى تلبك بالمعدة. صحيح، الدسومات. احسنتي. الشغلة الثانية، يا ليت الواحد يتجه الى الفواكه، الى الشغلات الخفيفة والراحة. فاحنا نوصي باخذ ساعات كافية من النوم، خاصة قبل الانخراط في النسك والشعائر اللي تستدعي جهد جسماني، لأن هذا يفرق معنا بشكل كبير في هذا الموضوع. النظافة الشخصية مهمة جدا، فبالتالي نحرص كثير على غسيل اليدين، ويعني استخدام الحمام، المياه المتوفرة صور في الحملات الكويتية لحمايتهم، هذه وايد مهمة. الشغلة الثانية اللي ودنا نأكد عليها اللي هي التواصل مع الحملة. لأن حنا نتكلم عن 3 مليون يجتمعون في يوم عرفة، وهؤلاء حتى صار فرع جديد في الطب اسمه طب الحشود والتجمعات، تبدع في المملكة العربية السعودية، وهني احنا لابد من الإشادة بالجهود اللي تقدمها، لأن هذه تصنع فرقا لصالح الحجاج. لكن لا سمح الله إذا صار تزاحم، تدافع، احيانا بالتاريخ الذاكره القصيره قد يحصل حرائق وكذي، كثر ما انت تكون ضمن مجموعه الناس تفقدك، تعرفك، تدير بالها عليك، هذا من ضمن الاشياء اللي العفو اللي فعلا احنا نحتاجها على اساس نضمن مو فقط الشعار اللي احنا نحمله نحو حج آمن، ولكن أيضا سلامة وأمن الحجاج، لأن هذا تريد أن تتفرغ تماما لأداء النسك والشعائر بنوع من الهدوء، السكينة، والسلامة والأمان والصحة. يعني إحنا نسعد دائما في كل عام تكون معنا حتى توافينا بهذه النصائح الجميلة وهذه المعلومات القيمة من خلال صباح الخير. وشكرا لك دكتور أحمد. يا أهلا وسهلا. يا حياك الله والساعة المباركة. صباح الخير يا وطن.